Welcome to the final session of the Global Parliamentary Forum 2021. الذين نقدم لهم خدماتنا وقد خسرنا حوالي 5 ملايين من هؤلاء رجال ونساء وأولاد وأهل وأخوة وأخوات ومن الآن وحتى العام 2024 سنكون قد خسرنا 17 تريليون دولار على المستوى الاقتصادي وهنا أتكلم مع كريستالينا وديفيد لأشكرهما من عميق قلبي لهذه للرد الممتاز والقوي الذي أدى إلى أكبر زيادة في استثمارات المؤسسين في تاريخهما كل ذلك للمساعدات وخفض الديون ومساعدات خاصة في مجال حقوق السحب الخاصة وبالتالي شكرا لريادتكما لإنقاذ حياة الكثيرين السؤال الذي نطرحه في مؤتمرنا اليوم كيف يمكننا في هذه الأيام العشر المقبلة أن ننتقل من الجائحة إلى أهداف اتفاق باريس ما تعلمناه في الأيام القليلة الماضية عبر حوارنا هو أولا أنه لا يمكننا أن نسمح للتفاوت في التلقيح أن يستمر ليس على المستوى البشري وليس على المستوى الاقتصادي نحن نعرف أن عدد الإصابات ستزداد إن أخطأنا في اختيار سياساتنا وسنخسر أيضاً حوالي 5 تريليونات دولارات في غضون 4 أشهر وطبعاً لم نصل إلى نقطة البداية التي كنا وصلنا إليها قبل الجائحة خاصة في إفريقيا ليس لدينا التمويل الكافي للقاحات وبالتالي لا يمكننا أن نقامر على المستوى العالمي ونترك هذا الوضع كما هو ثانيا من الواضح من النقاشات التي رأيناها في الأيام الماضية أنه لابد من التركيز على الوضع الآني وعلى المستقبل ونحن هنا علينا أن نركز ليس فقط على ما هو آني سأبدأ بالشفافية الأولى حول استطلاع مع البرلمانيين في بداية هذا الأسبوع ما نراه هو أن 60% من البرلمانيين لا يرون تحسناً في الأزمة الصحية من الآن وحتى بعد 6 أشهر و50% يتوقعون تداعي الأوضاع الاقتصادية وتقريباً كلهم يعتقدون أنه لابد للمجتمع الدولي أن يفعل المزيد خاصة في مجال الصحة والتربية وخلق فرص العمل وهنا الانتخابات تعتبر أساسية الرسالة الثالثة نحن الآن وضع آني صعب ما يقلقنا هو أن نجد حلا لمعضلة الدهر كيف يمكننا أن نعزز استثماراتنا وأن نخفض انبعاثات الكربون وهو أمر صعب للغاية ومقلق بدون شك بالنسبة للحلول والجميع كما ترون هنا على الصورة الجميع تقريبا فيما يتعلق بانبعاثات الكربون يعرف أن هناك تفاوتات في التمويل الخاص الذي نحتاجه وهذه هي الرسالة الأساسية بالنسبة إلينا اليوم نعرف أن دور التمويل الخاص سيكون أساسياً لنتأكد من ردم هذه الهوة بين ما هو ممكن وما هو ضروري والآن 3/4 هذا التمويل من القطاع الخاص متوفر للتعافي من الجائحة ولكن نحتاج أيضاً إلى استثمارات لخفض انبعاثات الكربون في المستقبل الرسالة الأخيرة لي هي التالية ربما أيضاً عدة رسائل نحن كبرلمانيين نركز على الأمل علينا أن نأخذ موقفاً شاملاً عندما ننظر إلى اللقاحات في العالم والاستثمارات المتوفرة عبر العالم يبدو واضحاً بالنسبة إلينا أنه لدينا
الحلول ولدينا الثراء الضروري لننتقل أو نقفز من الجائحة إلى قرارات باريس. السؤال يبقى حول المثابرة، وبالتالي سنستمع إلى الجواب. أعطي الكلمة أولا لكريستالينا ثم لديفيد. شكرا لك ليام، صباح الخير ديفيد للمرة الثانية اليوم، وصباح الخير أو مساء الخير لكل برلمانيين الذين ينضموا إلينا من كل نواحي الكرة الأرضية. المهم أن نقيم هذا الحوار في إطار اجتماعاتنا السنوية، لأن هذه العلاقة حيوية معكم. أنتم في الخط الأول لصنع القرارات السياسية، وأنتم أيضاً تقدرون ظروف بلادكم على الأرض. وأقول منذ البداية حول ما سأقول لاحقاً، سأشدد أيضاً على الاستطلاع الذي قدم لنا للتو، ولكن دعوني أبدأ بنقطة إيجابية. الأشهر 18 الماضية شهدت أهمية دورة البرلمانيين وقراراتهم. مثلاً نعرف أن تطوير اللقاحات بسرعة سمح بإنقاذ ملايين الأرواح، ولكن نعرف أيضاً أن دعم السياسات السريع في وقت قياسي وإلى حد كبير سمح بإنقاذنا من تداعيات اقتصادية أسوأ بكثير من تلك التي نراها اليوم، مما أظهر أن دوركم مهم ويمكن أن يترجم بشكل إيجابي على رخاء الملايين من الناس. وأنا سرني أن أرى ما اخترتم هذا العام كموضوع للمنتدى البرلماني العالمي، أن نبني بطريقة أكثر صلابة وعدلا وخضراء، وهذا ما نحتاج إليه. علينا أن نتصور وأن نتطلع إلى عالم يسمح لنا أن نصل إلى مستقبل أفضل لنا ولأولادنا. ونعرف أن الكثيرين منكم يواجهون صعوبات في التشريع، أنكم تواجهون مشاكل عديدة لا بد من إيجاد حلول لها. والخيارات السياسية هي الأكثر صعوبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى في العقود المالية. هناك طبعاً مواجهة الجائحة وتخطي العراقيل الكثيرة أمام التعافي. في دول كثيرة ليس لديها فضاء سياسيا كافيا، وفي الوقت ذاته تواجه ضغوطات كبيرة لتحويل اقتصادياتها. وكما قلتم بطريقة أفضل وأصلب وأكثر عدالة وخضارة، ونحن في الصندوق وأيضا مع ديفيد سنتكلم عن هذه المواضيع في اجتماعاتنا السنوية. سأبدأ ببعض نقاط الانطلاق من منظور صندوق النقد الدولي، وكذلك صورة عن آفاق الاقتصاد العالمي. في يوليو تموز توقعنا نمواً بحوالي 6% على المستوى العالمي، وسننشر غداً آفاق الاقتصاد العالمي، حيث سنؤكد أننا سنتوقع استمراراً في النمو مع تراجع بطيء هذه السنة. ومنذ يوليو تموز ما نراه هو أن المخاطر والعراقيل قد ازدادت، وأريد أن أشدد على انقسامات أساسية ثلاث تعرقلنا في عملنا. أولاً نشير إليه منذ فترة، التفاوت في النمو الاقتصادي. في داخل الدول وبين الدول، وهذه الفروقات تزداد. أتوقع النمو أن يعود من الآن وحتى العام 2022 إلى ما كان عليه قبل الجائحة. وهناك زخم نراه أيضاً في التعافي في كثير من الدول، ولكن في دول أخرى كثيرة أيضاً
عدد النمو يتراجع من جراء عدم النفاذ إلى اللقاحات، وهنا هو كبير في التلقيح، وكذلك ضغوطات على القطاع السياسي وصعوبة دعم المؤسسات والأسر. غالبية الدول النامية والأسواق الناشئة تحتاج إلى سنوات أكثر لتصل إلى التعافي، مما يؤثر على الاقتصاد على المدى الطويل، ومن سيتأذى أولاً هم الشباب والنساء والعمال في القطاع غير الرسمي. النقطة الثانية هي التضخم. مستويات التضخم ازدادت بسرعة في دول كثيرة، ونتوقع أن تتراجع الضغوطات على الأسعار في غالبية الدول في العام 2022، ولكنها ستستمر في بعض الاقتصاديات النامية والناشئة. وما يقلقنا ويقلقكم أيضا من دون شك هو ارتفاع أسعار الأغذية على المستوى العالمي بنسبة وصلت إلى 30% في السنة الماضية، وكذلك ازدياد أسعار الطاقة. هذا يعني أن من يتأثر أكثر من غيره هم الأسر الفقيرة، وبشكل عام تطلعات التضخم ما زالت غير واضحة. إن توقعنا بعد التحسن، ولكن هناك ديون تؤدي إلى ازدياد أسعار الفائدة، وبدأت عبء التأثير إلى المرحلة إلى النقطة الثالثة، وهناك ارتقام كبير وهي الدين العام الذي ازداد بنسبة كبيرة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، وذلك كان في معظم الحالات ضروريا لمواجهة أزمة المال العام وانخفاض المداخيل من جراء الجائحة. ولكن بعض الدول تتأثر أكثر من غيرها بكثير، خاصة الدول النامية، حيث بدأت الجائحة مع قدرة مالية عامة منخفضة، وبالتالي هناك ضغوطات على الميزانية، وغالبا ما تحتاج هذه الدول إلى زيادة ديونها، وبالتالي هي في الجزء السلبي من الانشطار على المستوى المالي العام. ما الذي يمكن أن نفعله هنا؟ طبعا ركزنا على نقاط ثلاث: اللقاح، التكييف، والتسريع. أولا تلقيح العالم لنصل هدف هو 40% على الأقل من تلقى اللقاحات في كل دول العالم، ونزيد هذه النسبة في السنة الماضية. وهنا أنوه بدور ديفيد مالباس منظمة الصحة العالمية التي تقود فريق العمل العالمي للتقدم بشكل فعلي في هذا الاتجاه. إن لم ننجح سنرى 5.3 تريليونات من الخسائر في إجمالي الناتج المحلي في السنوات القليلة المقبلة. ثم علينا تكييف السياسات مع الدول. في البداية كانت هناك ردة شاملة للجميع، ولكن لابد أن نغير ذلك. التضخم والاختلافات بين الدول يصعب دور البنوك المركزية ويصعب دور المشاريعين زي دوركم، وكذلك يصعب دور المؤسسات والسلطات المالية. وكلما استمرت الجائحة كلما زادت الضغوطات المالية، مما يصعب خيارات الدول بين تأمين معيشة الناس ودعم الاقتصاد على المستوى الثاني ودعم الطويلة الأمد. وهذا أمر صعب للدول المنخفضة الدخل، مما يؤدي إلى النقطة الثالثة: تسريع النمو. رغم أننا نواجه كل هذه التحديات على مستوى السياسات، لابد من أن نركز على المستقبل، وعلينا أن نتموضع مع الموضوع الذي اخترتموه لهذه السنة. وأتمنى أن نتكلم عن السياسات المتعلقة بالرقمنة والاشتمال ومواجهة التغير. نريد أن نستمع إلى آرائكم في هذا الموضوع، خاصة على ضوء الاستطلاع الذي رأيناه للدولة. أخيرا حول دور صندوق النقد الدولي، نحن مستعدون للمساعدة، نحن شريك لكم جميعا.
منذ بداية الجائحة قد عززنا تمويلنا وقدمنا تعقيدات في تسديد الديون لدول كثيرة، وما زلنا نكيف دعمنا وتمويلنا ومصحنا ودعمنا التقني وسياساتنا لهذه الظروف. وعلى جدول أعمالنا نركز خاصة على تخصيص حقوق السحب الخاصة. طبعاً كان لدينا 650 مليار دولار، 275 منها توجهت إلى الدول النامية، ولكن هل يمكننا أن نفعل المزيد عبر توجيه طوعي لحقوق السحب الخاصة من الدول التي لا تحتاجها إلى الدول التي تواجه هشاشة وصعوبات؟ وبالتالي هناك مساران: أولاً تعزيز التمويل الميسر، وثانياً وهي نقطة أنا متحمسة لها إلى حد كبير، هي إنشاء صندوق الصلابة والاستدامة الذي سيساعد الدول الأعضاء لاعتماد الإصلاحات المحولة نحو مستقبل أكثر صلابة واستدامة ومستقبل أخضر. نحن نعمل مع الدول النامية ونعمل مع البنك الدولي، وأشكر من كل قلبي ديفيد وفريقه لهذا التعاون لنتمكن من زيادة أداة جديدة إلى كل الأدوات التي نستعملها في هذا الإطار وهذه الديناميكية المعقدة. وأنا مهتمة بالاستماع إلى رأيكم حول ما هو دور البرلمانيين، ما هي الأولويات بالنسبة إليكم، وأنا ممتنة لإعطاء هذه الفرصة للتواصل معكم. شكرا جزيلا وأتطلع إلى حوارنا. شكرا جزيلا كريستالينا، هذا ممتاز وحزم سعيد لحث القادة على تعزيز تدابيرهم وتلبية أيضا أهداف مجموعة السبعة وغيرها، ونحن نركز أيضا على أهمية تحرير حقوق السحب الخاصة. شكرا جزيلا، استمعنا إلى أيضا الخطاب الممتاز في الخرطوم. سأعطي الكلمة لديفيد. شكرا لهذا الخطاب ديفيد. نعم يمكنني أن أتكلم عن خرطوم. شكرا لك اليوم، وأنا أرحب بمداخلتك المهمة لتقديم موضوعنا اليوم، وشكرا أيضا لكريستالينا ولوضوحك كريستالينا حول التحديات والآفاق المتوقعة ودور صندوق النقد الدولي. وأريد أن أشدد أيضا على تعليقات كريستالينا للبرلمانيين الموقرين. شكرا لانضمامكم إلينا، يسرني أن أكون معكم مجددا، وأريد أن أشكر على وجه الخصوص شبكة البرلمانيين وصندوق النقد الدولي للمساهمة في تنظيم هذا الاجتماع حول أولويات الرخاء. تكلمنا عن الرخاء المشترك وخفض الفقر، وهي مهمتنا وهي مهمة صعبة، خاصة مع النكسات التي واجهناها في الدول النامية التي تحدد حياة الناس وتعزز من الفقر وتخفض من المداخيل، وهذه تحديات كثيرة لابد من مواجهتها. ونرى أيضا تراجعا حادا على المستوى الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. تكلمت في خطابي في السودان عن الصعوبات والتوترات التي تتأتى عن هذه النكسات الاجتماعية، النكسات الاجتماعية التي تؤثر ليس فقط على الاقتصاد ولكن أيضا على الصحة وعلى الأوساط الاجتماعية وعلى التربية، حيث خسر الطلاب سنة وأكثر في إطار دراستهم، وهذا ما تظهره الدراسات مع تراجع مؤشر الموارد البشرية، وهو أمر مقلق لأن هذا أيضا يعتبر نكسة تأتت عن الجائحة. الطلاب خسروا سنة والكثيرون لم يتمكنوا من استعادة هذه الخسارة. نحن نحاول أن نعمل مع الشركاء، مع صندوق النقد الدولي وكريستالينا ومع البرلمانيين ومع الحكومات من الدول المانحة
ودول المساهمة والدول المستدينة. وتعرفون أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين هذه المجموعات فيما يتعلق بعملية إعادة تكوين موارد أيضا أي وكالة التنمية الدولية. نريد أن نعرف ما هي التوقعات بالنسبة إليكم. أنا دائما أركز على النتائج بما يعني أن تكون لدينا أهداف أفضل في مجال التنمية وفي مجال خفض انبعاثات الكربون والتكيف وإنقاذ حياة الناس والتركيز على معيشتهم. لابد من أن نضع الأولويات في مساعدتنا في مجال الاقتصاد والمناخ لنتأكد من النجاح ومن إنفاق المال بطريقة تؤدي إلى نتائج. صندوق النقد الدولي كما أشرت ليام وفرت أكثر من 170 مليار دولار من المساعدات لكوفيد 19 وهو مستوى قياسي في التزاماتنا في زيادة التزاماتنا. أكثر من 50 مليار دولار من وكالة التنمية الدولية أيضا على شكل منح أو قروض ميسرة إلى حد كبير وكذلك تسريع الاستفادة من أيدا 19 وأيدا 20 وذلك لتلبية كل الطلبات الطارئة وهي طبعا أمور أساسية بالنسبة للحكومات والبرلمانيات لأن وكالة التنمية الدولية هي المنصة التي تساعد الجهات المانحة والجهات المتلقية بالتلاقي والعمل على تلبية أولوياتهم واحتياجاتهم وأهدافهم. ونتطلع أيضاً إلى عملية إعادة تكوين قياسية لموارد وكالة التنمية الدولية. نتوقع على مستوى الاقتصاد العالمي أن يكون هناك تقدم ولكننا نرى كما قالت كريستالينا مسارين وهو أمر مقلق. صندوق النقد الدولي نشر بعض البيانات اليوم صباحاً على مستوى الدخل الفردي التوقعات تقدمت بنسبة 5% في العام 2021 في حين أنه في الدول ذات الدخل المحدود فالنسبة تبقى 1.5% وبالتالي نمو أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى. وكذلك نشرنا التقرير الجديد حول إحصائيات الدين العالمي الذي أظهر أن ديون الدول النامية يصل إلى 160 مليار دولار وهي ارتفاع بنسبة 12% في نهاية العام الحالي. ورغم جهودنا لخفض المديونية وجعلها أكثر استدامة إلا أنها وصلت إلى 160 مليار دولار. ونحن نعمل هنا بالشراكة أيضا مع صندوق النقد الدولي كما قلنا فيما يتعلق باللقاحات لأن نسبة اللقاحات لا تتقدم بسرعة الضرورية. نحن نعمل مع كوفاكس وإيفاكس وإيفات والاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية لتحسين هذه الآفاق والتوقعات. نحاول أن نردم الهوى بين المساعدات التي تم التعهد بها ونسب التلقيح الفعلية وكذلك المؤسسة المالية الدولية تحاول أن تعزز مساعداتها للدول النامية لتصنيع اللقاحات في السنغال ورواندا على سبيل المثال. كنت في السودان والأردن و رأيت أيضاً الجهود في مجال اللقاح في هاتين الدولتين. في السودان كان هناك إنجاز كبير للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار في شهر يونيو حزيران في إطار مساعدة الدول المرتفعة المديونية هيبك التي أنشئت في التسعينات من القرن الماضي وما زالت
مستمرة وتساعد السودان في خفض المديونية. حيث سنركز على مساعدة السودان في خفض الديون إلى حد كبير. ووصلنا الآن إلى اتفاق حول هذا الموضوع، وسيكون الاتفاق إنجازاً كبيراً. أريد أن أهنئ هنا كريستالينا للعمل الذي قامت به في هذا المجال. علينا أن نتقدم في هذا المجال طبعاً في السودان مع الحكومة الانتقالية التي تعمل على تحسين حياة الناس، وأعتقد أن الحكومة تستحق دعم المجتمع الدولي مع كل التغيرات الحاصلة. لابد أن نساعد دول العالم التي يمكن أن نساعدها، خاصة في مجال كوفيد، لنصل إلى نتائج أفضل. في خطابي في السودان تكلمت عن مجالات كثيرة يمكننا أن نركز عليها، سأعيدها بإيجاز. أولاً، التوصل إلى الاستقرار الاقتصادي هو أمر أساسي، والسودان تمكن من توحيد أسعار الصرف وتراجعت أسعار الفائدة. وبالتالي كانت هناك أيضاً دعومات للوقود وللخبز بدأت تتراجع إلى حد كبير. كذلك فيما يتعلق بالثورة الرقمية، خاصة في الدول الأكثر فقراً، السودان والأردن في هذا المجال يضعون سجلات تسمح بالتواصل مع المواطنين، تسمح لنا بالتواصل مع المواطنين عبر برامج تحويل الأموال، وذلك يساعد في التعب. ووضع برامج اقتصادية، وأعتقد أنها ستكون على مستوى العالم. ورابعاً هي مبادرة الاستثمار في الناس، والتي ذكرت أن التحديات التعليمية التي زادت من التحديات. أترككم هنا بالنقطة الأخيرة الخاصة بأهمية أيضا والمؤسسة المالية الدولية، ثم نتكلم عن تجديد التمويلات في مؤسسة التمويل الدولية حتى نصل إلى تمويل بمئة مليار دولار لناحية تجديد الصندوق بتعبئة الموارد من قبل الدول. أتطلع إلى النقاش اليوم وكيف أن نفعل ما في وسعنا في هذه المهمة المشتركة التي نعمل عليها للحصول على نتائج. شكرا ديفيد، وأعتقد بالاستماع لك مرة أخرى. هذا يتطلب الكثير من الابتكار في المقاربة، ومهمة الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية أيضا مهمة جدا، وتعبئة الجهود في الأشهر القادمة. الآن أدعو بعض زملائي لكي يطرحوا الأسئلة، وحاول أن نوصلهم بالندوة. نعطي الكلمة لجامايكا ومالي. سأأخذ ثلاثة أسئلة ثم بعد ذلك نحصل على الأجوبة، ثم مالي. شكرا سيد ليام وكريستالينا وديفيد. إذن سؤالي هو التالي: في ضوء الأثر الكوفيد 19، ما هي الاعتبارات التي وضعت فيما يخص أن تفضيل الوسائل التقليدية في دعم التعافي الاقتصادي، والذي نجعله مرتبطا في هذه الصعوبات الاقتصادية؟ وما هي ما هي آلية الإشراف البرلمانية الفاعلة؟ وبينما نحن نتطلع ننظر إلى البنك الدولي، في ريكاردو أعطيك الكلمة في البرتغال. شكرا لهذا العمل المميز الذي قمتم به في هذا الإطار. شكرا ليام، أهنئكم لهذا اللقاء وسلام للجميع. وهنا سؤال سريع: إن شبكة البرلمانية الخاصة بالصندوق والبنك الدولي إلى جانب الشبكة العالمية للبرلمانية فيما يخص الأمراض المعدية، تجمعت وأسست المنتدى العالمي، وهي منظمة التي تجلب
14 شبكات برلمانية وأعضاء البرلمان من كل أرجاء العالم، ونحن وأنتم كقيادات البنك الدولي والصندوق الدولي، ما هي الأولويات التي تتوقعونها منا كي نركز عليها فيما يخص القضايا الصحية باعتبار الدور الذي يلعبه البرلمانيون في خضم هذه الجائحة، ولكن لأعداد العالم فيما يخص التعافي لما بعد الجائحة؟ ثم بعد ذلك نعطي الكلمة لماليزيا. شامشول، سؤال مهم جدا في الدردشة. Okay, hold on a second. Yes, ترقبوا. شكرا لإعطاء الكلمة. شكرا السيد ليام، وأشكر المداخلين. هنا لدي سؤال. لقد سمعنا من قيادات العالم، وبما أن العالم يواجه التعطيل الاقتصادي بسبب الجائحة والتي أدت إلى تباين بين البلدان الثرية والبلدان الفقيرة، والتي ما خلقت ضغطا على مزيدا من الحاجة إلى مزيد من التمويلات، ومن هنا كما قلنا فإن الأمم اتفقت على وضع مزيد من التمويلات لتنفيذ هذه الخطة، كيفية النظام الضريبي وتنفيذ ومن هنا تسهيل تنفيذ نظم الضرائب ومساعدة البلدان الناشئة، أين هناك نسبة الضريبة على الشركات مختلفة. كريستالين، لا أعود لك أولا بالنسبة لهذا السؤال. ما هي أو هنا السؤال المرتبط بنسبة الضريبة على الشركات فيما يخص أن هناك عمل جيد بتعدد الأطراف مع منظمة التجارة العالمية وكذلك زملائنا من اليونسكو، يكون مهم جدا أن نأخذ رأيك في هذا الموضوع. شكرا، سؤال مهم جدا، وهذا يمس في صلب النقاش. أردت أن أبدأ من السؤال المهم، وهو نطاق الاستجابة يجب أن يتماشى مع نطاق الأزمة، وهذا هو في صلب عملنا في الصندوق منذ البداية. عندما برزت الأزمة لقد توصلنا إلى نتيجة أنها تحتاج إلى تمويل سريع للبلدان، وأنه يجب علينا أن نتحرك بسرعة ونستجيب بسرعة على شكل 180 مليار دولار ل 87 دولة. لم يسبق في تاريخ الصندوق أبدا أن يكون هناك تعبئة سريعة للتمويلات للبلدان. وثم أدركنا أنه ما عرضناه هو بينما في بعض الأحيان هو ينقذ الأرواح، وكنت في أذكر في المراحل الأولى من الأزمة عندما يقولون لنا شكرا على هذه المساعدات، لا نعرف ما كنا سنفعله بتعطيل الاقتصادات في ظل الجائحة لو لم تعطونا هذه الأموال بشكل سريع، ولكننا لازلنا نقدم أشياء يجب إعادة بنائها. وهنا تأتي أهمية بعض التمويلات. 150 مليار ضخت في الاقتصاد العالمي، وهما رفع في الاحتياطات وكذلك في الفضاء المالية العامة، ولا يكون هناك عبء بدون عبء ديني على هذه البلدان. لذلك نحن أردنا أن نرى إذا ما يمكن أن نمطط أثر هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة، وربطها بالتعافي من الجائحات وبتحويل الاقتصادات. هذه صورة الاقتصادات المتقدمة
القادمة التي تتقدم على مسار الرقمنة وعلى الاستدامة، بينما بلدان النامية تتأخر. لا يمكن أن يسعنا أن نقبل بهذا الوضع، ليس بسبب الإنصاف فقط، ولكن إذا ما حصل ذلك سيخلق تزعزع الأمن، وهذا شيء سيء للجميع. وعندما نفكر بالحلول ننظر على تمويل، كيف أن نحفز التمويلات الخاصة كي تذهب للبلدان النامية، وننظر هنا على السياسات، لأن السياسات الجيدة تنعكس إلى فرص أفضل بالنسبة للشعوب ولظروف أفضل للأعمال، وهذا في حد ذاته. وأنت تكلمت عن الوسائل التقليدية، ويمكن أن نبين لكم جهوزيتنا وكذلك جهوزية المؤسستين، البنك الدولي والصندوق الدولي، في التفكير قدما وليس فقط التحرك بحسب ما نعرفه في السابق وبالنظر إلى الوراء، ولكن أهم تغير أذكره هو الشيئين المبكرين الذي قامت به المؤسستين. إذا أن الاقتصاد تعطل، هذا أن الخدمات التي موجهة للبلدان النامية ستتوقف كذلك، خاصة أذكر هنا هذه المبادرات التدخل كانت مهمة. ثانيا قلنا أن عكس ما نسمعه من الصندوق والفكر التقليدي، وهو أن طلبنا من الحكومات أن تنفق، حفزنا الحكومات وشجعناها على الإنفاق عكس ما نقول به عادة، واحتفظوا بالفواتير، ولكن هذه كانت رسالة مهمة حتى نبني الجسر لنحلحل وضع الجمود ثم نتحرك. وكان علينا أن نفكر ونحفز تفكيرنا بشكل اتفاقي، وما اقترحته بخصوص الخيارات، قلت الخيارات ستخلق الفارق، وأن في IMF لدينا بخصوص زيادة سعر الكربون والاستثمار البنية التحتية الخضراء، إطلاق طاقات الاستثمار الخاص، والتأكد من أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر هو عادل ومنصف، وأن لا توجد بلدان متأخرة التي تعاني من تداعيات عدم الانتقال. هذا نمط التفكير الذي يتطلب استجابة للأزمة الحالية، وفي نفس الوقت تعبئة الآليات للانتقال للنماذج الاقتصادات الخضراء. أنا سعيدة جدا أنك عملت فيما يخص هذا الموضوع. من منظورنا نحن ومن منظور ديفيد سيكون لديه فرصة لعله في أن يجيب على هذا السؤال، ولكن تفكيرنا نحن في الصندوق يرتكز على أولويتين. أولاً أن نهزم الجائحة، لم تنتهي بعد، نحن لم ننتهي بعد من هذه الجائحة، لذلك أي شيء يمكن أن نفعله من أجل على تعزيز الإنفاقات الصحية بشكل المناسب، وليس فقط ناحية التلقيحات، ولكن فيما يخص العلاج وأجهزة الوقاية وآليات أخرى التي تساعدنا في تجاوز الوباء. وثانيا بناء تفكير الصمود لنكون صراحة، نحن نعيش في عالم ثري الذي يصبح ثريا أكثر وأكثر، وفي نفس الوقت ليس فيه إنصاف. 89% من الناس هم قلقون بشأن التغير المناخي، وهناك صدمات مناخية إلا بتغيير البنى التحتية والزراعة ومجالات أخرى، وفي نفس الوقت نقوم بخفض كبير في الانبعاثات، ليس
حلولي 2050 أن ربما مناصرة لخطة 2050، ولكنني أساند القيام بتخفيض الانبعاثات حتى قبل ذلك، ربما 2024. أنت كيف لنا نساعد في التوصل إلى صفر كربونات في بناء سكون جهوزية، تمويل خطط؟ ولكنني أحثكم فيما يخص خفض الانبعاثات بالتفكير بشكل موسع عن آليات تعزيز الصمود. وأخيرا فيما يخص الضريبة، أن الفكرة الأولى هي رفع نسبة الضريبة الدنيا للشركات على المستوى العالمي، وهذا لا يخصنا، هذا كان قرار الأعضاء. إذا ما رفعنا نسبة الضريبة ربما يعطل التوصل إلى إجماع والاستنتاج أن 15% هي أفضل مما لدينا اليوم. أتفق معكم أن علينا أن نفكر بالبلدان النامية أولاً، تبسيط القاعدة حتى يمكن تنفيذها. وأنت أشرت إلى هذه النقطة أن موارد إضافية إذا لو حتى تمكننا من جمعها تكون مفيدها. ثم هناك فرض الضريبة المرقمن، وهو أمر مهم جداً في فرض الضرائب العملة المشفرة والإلكترونية والتي سيفيد البلدان. شكراً. طيب أحيل الكلمة لك. السنة الماضية عندما التقينا أشرت بعض الأسئلة التي هي متكررة مهمة جداً، الشفافية في الدين، وأفكارك عما سمعته، ونرحب بملاحظاتك. أنا كنت استمعت بانبهار السيدة كريستالينا، أردت أن أشير إلى نقطتين ثم أعود لليليا فيما يخص مارلينا، فيما يخص الإشراف البرلماني الفاعل. أردت أن أعضاء البرلمان بإمكانهم أن يفكروا في قضية الدين العام، وكذلك فعالية ما يحصل في كوفاكس أو في ثغرة في اللقاحات، هي تخلق تحدي بخصوص التزاماتنا، وأن اللقاحات لا تصل إلى البلدان النامية بشكل كافي. هذا هو تحدي فيما يخص مجال الرقابة والإشراف البرلماني. ولكنه كان هناك حملة توزيع لقاحات، ولكن ليس بشكل كافي. نحن نتطلع أنا وكريستالينا في لخطة شاملة، وأعتقد أن أسمع من كريستالينا علينا أن نأخذ بالاعتبار ما سيحصل بعد ديسمبر، وبعد نهاء هذه الخطة اللقاح نحن في حاجة إلى شفافية، ونحن في يجب أن يكون هناك إقرار من العالم أن الدين الثنائي الذي يمس النادي القرن الأقران، كان هناك مسألة أن القطاع الخاص لم يشارك في هذا الصندوق الدين. وفي هذا الإطار الحالي، هذه القضايا التي أحث الحكومات أن تفكر فيها كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأن تجعل تفاعلاتها مع البلدان النامية أكثر فاعلية. بالنسبة لريكاردو، ما يمكن أن نفعله، ما هي بعض الأشياء التي يمكن أن نقوم بها فيما يخص منتدى الصحة العالمية؟ نركز على توسيع نطاق اللقاح والأدوية، وكذلك بتعزيز القدرات. البنك الدولي وآيدا أو مؤسسة التمويل الدولية هي مهمة جدا في تعزيز القدرات. لذلك أدعو المنتدى الصحة العالمي أن يفكر في أهمية أن لا يفصل بين هذه الآليات. نحن لدينا 1000 من صناديق التمويل التي وضعها البنك الدولي
على ذمة الحكومات في روح إطار الروح الصحية. صعب جدا أن نقوم بإدارتها ونقوم بوصاية عليها، ولذلك كما تعلمون أو أدعو المنتدى، وبينما تفكر في الأشياء التي تخص القيود الموضوعة لتعزيز القدرات، أنصحهم بأن يكون هناك موارد مجمعة وليس متشرذمة. هذه نصيحتي فيما يخص شامسون أو سؤال شامسون، كان يتكلم عن النسبة الدنيا من الضريبة على الشركات الأجنبية أو العابرة للقارات. كان هناك سمعنا كلاما عن تبسيط الضريبة وأن البلدان الفقيرة والبلدان النامية وكل الناس لديهم تحديات تنفيذ بسبب تعقيد هذه الضريبة، لذلك يجب أن يكون هناك خطة لتنفيذ الفرض الضريبة الدنيا على الشركات العابرة المتعددة الجنسيات. هناك سؤال سريع، أن تطرحوا أسئلتكم في الدردشة. باكري، شكرا جزيلا. سنتكلم عن التغير المناخي الذي يؤثر على كل العالم بدون استثناء. كان هناك حلول فيما يخص تمويل مجالات كالطاقة والنقل ولا حتى الصناعات، وأن خصوصية البلدان الأفريقية هي أنها تتخصص في الزراعة، وأن التغير المناخي أثر على إنتاجها. نحن نحاول أن نضع حماية الزراعات بسبب شح الأمطار. إذن السؤال هو ما هي آليات الإسناد التي وضعها البنك الدولي للبلدان الزراعية كي تواجه قلة الأمطار والتغير المناخي؟ كان هناك إلحاح لأن الأمن الغذائي هو على المحك. نحن نفكر في تمويل وإصلاحات للقطاع الزراعي بعصرنة آليات الري، وهناك حلول تخص المنظمات التي تساعد في الرصد وفي التغير المناخي. شكرا، أردت أن أعود لك. صباح الخير، أريد أن أهنئ كل الذين أخذوا أو قاموا بمساعدة البلدان خلال هذه الأزمة. لقد فعلت هذه المؤسسات وسعها من أجل تحسين سيولة المنظومة وتعزيز صمودها، وأن يتركوا أن يساعدوا الجميع أن يواجهوا الأزمات بضغط أقل. ولكن أعتقد أنه يجب أن نخطط للمستقبل، وأن البلدان ستواجه مزيدا من الضغوط. إذن علينا أن نكون واعين لارتفاع مستويات المديونية العامة في عديد من البلدان، والحكومات الآن تواجه أزمات في الطاقة لارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وذلك يخلق ضغطا على الميزانية. وأعتقد أنه جيد أننا نحاول أن نحلل ما هي آثار العوامل الاقتصادية ومقارنتها أو بوضعها في إطار الفقر وعدم التكافؤ، وكيف لنا نتأكد إذن أن المساعدات ستصل إلى الشركات الصغرى والمتوسطة
وللبلدان ذات الدخل الضعيف، وخاصة نحن نحاول أن نمنع أو نتوقع من المشاكل في المستقبل. أردت أن أعرف بالضبط ما هي الآليات التي سيتم تنفيذها والتي توصون بها للبنوك المركزية. شكرا جزيلا. هناك سؤال آخر أو أخير من شبكة البرلمانيين للساحل. سؤالي هو يخص مشكلة التنمية والسلام عموما، بخص أو باعتبار العمل البرلماني وأثره على تحسين الحوكمة بخص البرامج التي هي ممولة من قبل البنك الدولي والمؤسسات المالية، وخاصة فيما يخص تعزيز المشاركة المحلية. ما هي المساهمة مجموعة البنك الدولي لتعزيز الرقابة والإشراف البرلماني على التمويلات، وكيف أن هذه المؤسسات المالية الدولية بإمكانها أن تساهم في التعبئة المحلية والمشاركة المحلية في المبادرات التي تقوم بها وتطلقها المؤسسات المالية؟ شكراً. ديفيد، ظل 5 دقائق لنهاية هذا الاجتماع. تضمنوا أننا ستكون هناك متابعة خطية لهذا الاجتماع. كريستالينا جيد جدا فيما يخص مشكل المياه، هو مهم جدا. إذا التغير المناخي يجب معالجته، الري والتكنولوجيا بإمكانها أن تساعد فيما يخص الري. أنا كنت في إسرائيل والضفة الغربية، وكان هناك تقدم مهم فيما يخص السودان وأماكن أخرى في رقمنة هذا القطاع. إدارة جيدة للمياه ورقمنة المجال وتعزيز فنيات وتكنولوجيا الري هي مهمة ويخلق تقدماً فيما يخص المناطق، وكذلك فيما يخص الجانب التنظيمي والقانوني وكيفية تطبيق الدعومات فيما يخص إساءة الإدارة المياه. يجب تخفيضه. هناك الكثير من الدعومات هي مخصصة لممارسات غير جيدة، وهنا يجب تخفيضها. وإسبانيا أشارت إلى الكثير من النقاط، سأحاول أن أجيب. يجب أن القروض يجب أن ننظر إليها فيما يخص الانتقال إلى الكهرباء النظيفة. البنك ينظر إلى التنمية والمناخ والمرتبط بالأهداف التنمية المستدامة رقم 7، وعلينا أن نتطلع إلى النتائج. وأنا أشعر بالقلق في إزاء بعض البلدان ولا أسميها، حيث أنهم وضعوا الكثير من الأموال في الطاقة المتجددة ولا حتى يستخدمونها ويضعونها على ذمة الشبكات. إذن عليهم أن يتوقفوا أن يتوقفوا التفكير في التمويل في الطاقة المتجددة بدون ربطها بشبكات التوزيع. عندما أذكر هنا مثال كولومبيا، أن كولومبيا حاولت أن تحقق نتائج جيدة في الكهرباء، وهم ينظرون على الكثير من الأساليب المبتكرة وسريعا فيما يخص البنوك المركزية في قمة 7، أنهم يشترون السندات على المدى البعيد. علينا أن ننتقل إلى السندات على المستوى البعيد، والبنوك المركزية هي تقترض من البنوك عبر الفوائد ولشراء السندات على المدى البعيد، وهو عكس ما تحتاجه دعم للشركات الصغرى والمتوسطة. أردت أن أشير إلى مثال السودان، تحاول في منطقة قرن إفريقيا في أن تضع
حكومة انتقالية التي تعمل مع جيرانها. التقيت مع رئيس الجديد تنزانيا وفي الأسبوعين الماضيين، وقد أشارت إلى أن تنزانيا لديها علاقات طيبة مع جيرانها، ونحن في حاجة إلى قيادات قادرون على يتكلموا عن التنمية والسلام مع جيرانهم، وهذا أمر مهم. شكراً ديفيد. وكريستالينا، أردت أن أضيف لما قاله السيد ديفيد في النقاط الثلاث التالية. أولاً، أنا كنت مسرورة جداً في رؤية نتائج الاستصلاعات، أن الاهتمام بالتغير المناخي أصبح مهماً وارتفع في الاستطلاعات، تم تجاهله لوقت طويل. لقد التقيت بغيتس وبانكيمون فيما يخص اللجنة العالمية للتكيف للتغير المناخي، والنقطة التي تخص الزراعة، استثمار في التكنولوجيا وفي الشبكات ومعرفة، وتأكد أن هناك في نفس الوقت هناك نقل للتجارب التي تسمح لتعاضديات من المزارعين في التأقلم لأقلمة هذه الأساليب. لدينا الكثير من البحث فيما يخص الزراعة للبذور التي تتحمل الجفاف وأساليب جديدة في الري، إنها يجب عكسها للسياسات ويجب تنفيذها بشكل جيد، وعلينا أن نضع هذا الموضوع على أقصى الأولويات وعلى سلم الأولويات فيما يخص ما بعد الكوفيد. نعم، المستويات ارتفعت من بين النقاط التي قلناها نحن الصندوق، أن البلدان هي في حاجة أن تضع سياساتها المالية في إطار الاستدامة المالية على المدى المتوسط ووضعها في هذا الإطار. ما يجب فعله عندما يكون هناك نمو يكون هناك مزيدا من الوظائف. أنت محق أن شركات المتوسطة والصغرى هي التي تخلق الوظائف. فعلنا كل ما في وسعنا. لا، ديفيد في البنك الدولي يعمل على هذا، على مسألة تنمية الشركات الصغرى والمتوسطة، وفكرة أن الاقتصادات يجب أن تنمو في إطار الاقتصاد الأخضر هو مهم، ولكن بشكل شامل وإدماجي، وهذا شيء مهم. نحن نعرف ما يجب القيام به، نعرف بالضبط أن السياسات الضريبية يجب أن تتغير. والقيام بالدعم، وأهم من هذا نحن نعرف عندما نستثمر في المهارات ونستثمر في التغير المناخي في الفرص فيما يتعلق أيضا النمو الذي يساعد الاقتصاديات في النمو. وأركز هنا على التركيز على عدم المساواة، ونحن في الصندوق نعتبر أن هذه المسألة أصبحت أساسية وحيوية لنا ولكم كمشرعين. أخيراً، فيما يتعلق بالأمن والسلام والتنمية، نحن نعمل أيضاً مع البنك الدولي حول كيفية تحسين فهمنا لهذا الترابط بين انعدام الأمن من جهة والتنمية والنمو والتوظيف من جهة ثانية. اليوم بعد الظهر لدينا أيضا جلسة مع قادة من دول لديها المعلومات المتعلقة بالأمن، وكذلك مع بيتر مورا رئيس المؤسسة الدولية للصليب الأحمر حول هذا الموضوع. وهنا أريد أن أنوه بدور البنك الدولي لعمله في هذا الإطار ولتقديم إعادة النظر في الإنفاق العام بطريقة تركز على ما هو ضروري، مما يترجم بالنسبة إلينا في الصندوق إلى فهم لدورنا في النظر إلى حاجات كل
دول، خاصة الدول التي تعاني من نزاعات، بمعنى أن نركز على كلفة ضبط الأمن، مما يفتح المجال لتعزيز التنمية، لأنه من دون أمن ليس هناك تنمية، ومن دون تنمية ليس هناك أمن. شكرا جزيلا لكما ولصراحتكما في الأجوبة. وطوال هذا الأسبوع رسالتنا في المنتدى البرلماني العالمي هو التواصل مع المحافظين ومع الجهات المعنية لتعزيز دورهم في مجال تعليق تسديد الديون وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة وإعادة الهيكلة والدين وتعزيز الاستثمارات خاصة في مجال خفض انبعاثات الكربون. شكرا لانضمامكم إلينا، وأتمنى لكم أسبوعا جيدا، وسنبقى على تواصل. وشكرا لكل لفريق صندوق النقد وفريق البنك الدولي لعملهما. شكرا جزيلا لكم. ولمن يمكنه أن يبقى سنعمل على إنهاء الجلسة، ولدينا أيضا زارة فيما يتعلق بالمراقبة، وهي تقوم بدور مهم لجمع كل المداخلات وإيجازها، إيجاز الحوار المثمر في إطار صورة واحدة لتعطي صورة عما حصل اليوم. نبدأ أولاً بالإطار الذي تم وضعه، النقاط الأساسية. نحن في أيام تشهد تقلبات وتفاوتات في التعافي من الجائحة وتداعياتها الاقتصادية. علينا أن نركز على تطعيم العالم وتكييف التدابير إلى حاجات الدول وتسريع التحرك في هذا المجال لمواجهة التداعيات الاقتصادية. تكلمنا أيضاً عن المناخ، ولا بد هنا أن نركز على النتائج وعلى السياسات وعلى الإنسان في إطار جهودنا. تكلمنا أيضاً عن تسعير الكربون والاستثمار في البنى التحتية الخضراء والاستفادة من التكنولوجيا، خاصة في مواجهة الأزمات كأزمة المياه، لنرى إن كانت التكنولوجيا تقدم حلولاً في هذا المجال بما فيه طبعاً خفض انبعاثات الكربون. ركزنا أيضا على الصحة وكيف يجدر أن نردم هوة اللقاحات بين الدول المتقدمة والدول النامية. بعض الدول لم تتمكن من السيطرة على الجائحة، لابد أن نستثمر هنا في الصلابة فيما يتعلق بالنظم الصحية وكل النظم التي تعنى بالصحة، لأن نستثمر فيها في المستقبل لنركز على الإنجازات على المدى الطويل. تكلمنا عن الاقتصاد وتأثير الصحة والمناخ على الاقتصاد. لابد أن نعتمد السياسات التي تحول حياة الناس ويسهل تطبيقها، مثلا فيما يتعلق بالضرائب والابتكار في هذا المجال لتعزيز النمو. وركزنا على الرقمنة والخدمات الرقمية في هذا الإطار. وأخيرا التركيز على الناس في مجال التركيز على النتائج، ولكن في الانتقال العادل للجميع. وركزنا على الريادة وعلى السلم والأمن وأهميتهما في كل دولة. هذا بإيجاز. أعيد الكلمة لك اليوم، وأتمنى أن أكون قد ساهمتم في هذا العمل المجهود. شكرا، ممتاز. شكرا جزيلا لك سارة. إيجاز ممتاز لهذا الحوار المعقد والبناء، مما يأتي بنا إلى الختام للمنتدى البرلماني العالمي عام 2021. لو أردتم العودة إلى ما تناقشنا به أو الفيديوهات، يمكنكم أن تتجهوا إلى parliament.org، إلى موقعنا، ونحن نرحب
أيضا بمحاولتكم للترويج لهذا المنتدى في برلماناتكم. ما تعلمناه في حوارنا في الأسبوع الماضي هو أنه علينا أن نتعلم من بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى في السنتين المقبلتين، لأننا نواجه صعوبات وتعقيدات في مجال السياسات والتحديات، وعلينا أن نسرع ونعزز من عملنا وأن نتعلم من بعضنا البعض. ما نريد أن نفعله في منتدانا هو العمل معكم لنضع سلسلة من الأدوات البرلمانية ونقدم لكم البودكاست والفيديوهات وكل ما ترونه مهما في عملكم في تمثيل شعوبكم. نريد أن تبدو رأيكم حول ما هو مفيد بالنسبة إليكم وما تريدون إدراجه في هذه الأدوات المختلفة، ونريد تعليقكم حول ما نفعله وحول ما يدور في بلادكم، ما هو ناجح وما لم ينجح. نتطلع إلى الاستماع إلى آرائكم، ونريد أيضا أن ننشر كل هذه المعلومات على موقعنا. نقطة أخيرة، أتمنى عليكم أن تجيبوا عن الاستطلاع لنتأكد من أن هذه الجلسات ستكون مهمة وستساعدكم، وكذلك نريد أن نعقد جلسات حول كوب في غلاسكو أو اجتماع الفرقاء. هناك ربما مواضيع أخرى تريدون التركيز عليها ويمكنها أن تساعدنا. هذا بإيجاز ما أردت أن أقول. أشكر كل من انضم إلينا اليوم، كريستالينا وديفيد ولفريقهما للمساهمة في إنجاح جلستنا اليوم. أخيراً أريد أن أشكر كل الفريق الذي سمح بإنشاء هذا الفضاء الافتراضي، ميليندا، إيمي، إليزابيث من صندوق النقد الدولي، وجوجانا وفيليب من المنتدى. شكراً جزيلاً لكم جميعاً لإنجاح الأسبوع الماضي. شكراً لكم وصحة جيدة لكم، وأتمنى لكم النجاح في جلسات الأسبوع الحالي، ونراكم في غلاسكو في نوفمبر تشرين الثاني. شكراً جزيلاً لكم.